في أخبار الرياضة، يجري في هذه الأثناء حفل افتتاح طبعة 33 للألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، والتي تشارك فيها الجزائر ب46 رياضيا في 15 تخصصا. ودخل الوفد الجزائري الحفلة بلباس تقليدي أصيل. ومن على نهر أسان، خلد الرياضيون الجزائريون ذكرى شهداء مجزرة 17 أكتوبر 1961. هذه الانتفاضة تحديدا لأرواح شهداء 17 أكتوبر.